منذ بداية التاريخ والمصري القديم بيتكلم نفس اللغة وعاش على نفس الأرض اللي احنا عايشين عليها. اتولد على أرض مصر أعظم جيش عرفه العالم، وكتب أعظم ملاحم عسكرية على أكبر معابد مصر القديمة. وهنا لقينا أول لوحة حكت لنا عن حكاية توحيد الأرضين، وبقت مصر مطمع من 9 أجناس. كان لازم يبقى فيه جيش قائم في مصر يحميها من الغزو الأجنبي. لغتنا القديمة مع هدى عبد العزيز، حلقات خاصة عن تاريخ الجيش المصري، الخميس 8 مساء على قناة مصر الأولى.